عمر رحيم للبيع شقة في منطقة أرسيل. طبعا احنا الآن في العمارة الدور الأول رقم شقة 2، ففي مصعد في العمارة، شقة جديدة صفر، مساحتها 155 متر مربع. هذا مدخل الشقة، طبعا على يسارنا مباشرة عندنا المطبخ. هذا المطبخ مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله، ثلاث غرف وصالة فيها ثلاث دورات مياه، أيضا بلكونتين. ميزة الشقة لها واجهة أمامية على البحر، واجهة خلفية على الطبيعة. طبعا احنا الآن في الدور الأول وإطلالة كاملة على البحر، هذه الإطلالة على البحر قريبة من الشارع الرئيسي 300 متر تقريبا. عندنا هنا البلكونة الأمامية زي ما شايفين مساحة كبيرة ما شاء الله، أيضا إطلالة كاملة. من المطبخ، طبعا البلكونة اللي شفناها مشتركة بين الصالة والمطبخ. هنا الصالون، هنا المخرج للبلكونة، نشوف الغرف دورات المياه. عندنا هنا دورة المياه الأولى، كرمكم الله، هذه الغرفة إطلالتها جميلة على الطبيعة. هذه الغرفة الثانية، عندنا هنا دورة المياه الرئيسية كاملة فيها النوش أيضا. هذه غرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها ولها بلكونة أيضا. هنا عندنا دورة المياه، المروش الفرنجي، هذه الغرفة، هذه البلكونة الخلفية ما شاء الله مساحة كبيرة وجيدة. ميزتها لها إطلالة كاملة خلفية على الطبيعة زي ما شايفين هذه الطبيعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.